فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هل يقصر في 4 الأول ثم يتم في اليوم الخامس؟ من حين يصل وهو ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام لا يقصر، يتم الصلاة من حين يصل إلى البلد التي نوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام. نعم.